حنا اليوم في الدورة ديال الانتخاب ديال رئيس ونواب عمدة فاس، وشرف كبير لنا حفيظ التقدم المشترك أنه في إطار التحالف اللي درنا مع مختلف الأحزاب الوطنية تمكنا الحمد لله من تمثيلية حزبنا على مستوى عمدة فاس، على مستوى مدينة فاس، وهذا كأكد على ضرورة التحالف الجهود ديال مختلف الهيئات السياسية من أجل تجاوز الأوضاع المزرية اللي كتعيشها كانت فاس. فاس سكان فاس كيعيشوا مشاكل متعددة على جميع المستويات، وحنا واحد مسؤولية كبيرة ملقاة علينا لا حنا ولا الحلفاء ديالنا، هي إعادة الاعتبار لفاس، إعادة الاعتبار لسكنة فاس على مستوى الصحة، على مستوى الطرقات، على مستوى الإنارة، على مستوى التشغيل، على مستوى جلب الاستثمارات. وحنا سعداء بهذا التحالف، وغادي كنوعدوا ساكنة فاس أن حزب التقدم الاشتراكية بجانب حلفائه غادي يبذل الغالي والنفيس من أجل رد الاعتبار لسكان فاس، من أجل رد الاعتبار للعاصمة العلمية ترجع للمكانة ديالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الدكتور بقالي كان مناضل معنا بحزب التقدم الاشتراكية، اختار باش يكون في هيئة سياسية أخرى، بطبيعة الحال علاقتنا به علاقة ديال التقدير وديال الاحترام وعلاقة ديال يعني ديال التحالف ديال العمل المشترك، كتبقى مصلحة فاس هي فوق كل اعتبار.